الرحيم وعلى بركته نستعين، ومنه نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أحيي بكم وارحب بحضراتكم من هنا من ميدان الوثبة، حيث انطلاقات سن الحقائق والمنافسات القوية والتحديات المثيرة التي تأتي عبر قناة ياس الرياضية الناقلة لهذه الأحداث الرياضية. يسير شوطنا السابع بحفظ من الله وتوفيقه لتنطلق الجعدان في هذه اللحظات. لنسير مع المركز الأول والصدارة مع شاهين محمد بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني هناك نقد الواصل على ثاني المراكز حمود بن صغير بن حمود الوهيبي بالمركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث في هذا المسار الجميل والواصل في هذه اللحظات الجميلة. لتنطلق الأسماء، لتنطلق الشعارات، لينطلق هناك كفو مهير بن علي بن دري المنصوري بالمركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز والاسم الواصل في هذه اللحظات الجميلة. هناك الأسد متعب بن سعد بن متعب العفاري الواصل بالمركز الرابع وخامس المراكز. هناك الدولي الواصل راشد بن محمد بن حويدن الاكتبي على خامس المراكز وسادس المراكز. هناك الانطلاق الجميل من القزال غالب بن سعيد الوهيبي وصل على المركز السادس والسابع المراكز، والتدخل من الأسماء الواصلة والمتحركة في هذه اللحظات. من الجانب الآخر هناك الوصول، هناك التقدم، هناك الانطلاق الجميل. الله 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 يا هذه الشعارات. هناك موفق ناصر بن محمد بن قران المنصوري من وصل على ثاني المراكز، بينما المركز السابع هناك المنطلق هملول محمد بن ناصر بن راشد الدويكي وصل في هذه اللحظات على سابع المراكز وثامن المراكز. الانطلاق القوي والأداء الجميل. هناك الشهم محمد بن حليس بن حسيبان العويسي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى موفق، اللي بالمركز المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يتقدم بهذا الشعار الجميل مع ناصر بن محمد بن قران المنصوري، ينطلق بقيادة صبيح بن سالم القيلاني، ولكن المركز الثاني هناك الشهم محمد بن حليس بن حصيبان العويسي بالمركز الثاني في هذه اللحظات. والمركز الثالث ثالث المراكز وصل في هذه اللحظات، وصل الواعي، ناصر بن محمد بن حمود الوهيبي يتحرك على ثالث المراكز ويتقدم ايضا، هجام رميس بن مبخوت بن عيض العامري الواصل في هذه اللحظات المثيرة والمتحرك ايضا، هناك مع هذا الانطلاق الجميل المشير محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، ولكن موفق وما زال موفق حتى هذه اللحظة. ينطلق بشعار ناصر بن محمد بن قران المنصوري، ولكن الشهم وصل في هذه اللحظات محمد بن حليس بن حسيبان العويسي بالمركز الثاني. المركز الثالث التحرك الآتي من المشير محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، وصل على الثالث المراكز، ورابعا هناك المنطلق الجام، ولكن موفق والشهم واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة والمشير من الجانب الآخر والمشير وهجوم الله على هذا الانطلاق. ولكن الشهم كان شهم في هذا الانطلاق، ينطلق بشعار ومن انتاج المختبر راح الشهم محمد بن حليس بن حسيبان العويسي، والسلام يصل لنا سلام على هذا الانجاز.
والسلام على الشهامة من أنتجت هذا الشام الجميل. المركز الثاني هناك ينطلق، وصل على المركز الثاني هجام رميس بن مبخوت العيض العامري، وثالث المراكز هناك من وصل المشير محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي رابع المراكز، وصل هناك موفق ناصر بن محمد بن قران المنصوري، وخامسا وصل هناك الواعي ناصر بن محمد الوهيبي. التوقيت الزمني 4:31 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الملك الشهم محمد بن حليس بن حصيبان العويسي، بينما المركز الثاني هناك وصل هجام رميس بن مبخوت العيضة العامري 4:31 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المشير من أتى ثالثا بشعار محمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي 4:32 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين على هذا الفوز والانتصار.